برشة واحدة بس من المكون ده في بيتك، وأتحداكي لو لقيتي حسد أو سحر أو كل الحاجات دي، هيفك الحسد والسحر والنظرة والعين. وحتى لو كانت عندك غيرة من بعض الناس اللي حواليكي حسدوكي أو بصلك في حياتك، تعالوا مع بعض نشوف إزاي تفسدي كل ده وتخلي كل ده يزيل من بيتك بمنتهى البساطة. السلام عليكم، معاكم قناة روحانيات ست البيت 2. هقدم لكم النهاردة وصفة سهلة وبسيطة للتخلص من الحسد والسحر برشة واحدة هترشيها في بيتك. كمان الوصفة دي لو بتعاني من مشاكل في حياتك أو بتعاني من عكوسات أو بتعاني من كل الحاجات اللي بتلاقيها ان هي صعبة ان انت تتخلصي منها، مش عارفة مين يساعدك، مش عارفة مين يخلصك من كل ده، هو ايه الحاجة اللي تخلصك من كل الكلام ده. بمنتهى البساطة النهاردة اقدم لك وصفة سهلة وبسيطة، هنسمي الله ونشوف هو ايه المكونات بتاعتنا وهنستخدمها كمان ازاي. كد كده المكونات دي سهلة ومش هتخطر على بالك ابدا للتخلص من كل السحر والحسد. المكونات دي وجودها في بيتك ان انت تروحي تشتريها وتخليها في بيتك اصلا يعني بتخلي كل الحاجات دي حتى الطاقة السلبية كده تخرج من قلب بيتك، حتى لو مش هتعمل الوصفة دي خلاص. فتعالوا مع بعض نشوف هي ايه المكونات دي. المكونات بتاعتنا كمان سعرها مناسب وموجودة. اول مكون معايا طبعا، وده اول مكون، خدوا بالكم من باقي المكونات معايا. اول شيء هستخدمه هو الحنة. انا حاطة حوالي نص كوباية من الكوبايات العادية دي مليانة حنة، فانا هحطها كده في طبق او اي شيء علشان في حاجات هنحطها ونقلبها في قلب بعض خلاص. فده اول شيء معايا. والحنة تختاريها الحنة اللي تكون صافية ما تكونش فيها اي مواد تانية مضافة. طيب بالشكل ده زي ما انتم شايفين ده شكل الحنة، وسبق وقبل كده قدمت لكم وصفة كمان بالحنة. الحنة مهمة جدا وذكرت في القرآن للتخلص من يعني بصوا هي كصبغة أو كشيء بنستخدم الشعر، ولكن ليها استخدامات عديدة واستخدامات كتير جدا في فك السحر والحسد. أول مكون معايا أو تاني مكون معايا هو الملح. الملح ضروري جدا. ليه بقى؟ الملح من الحاجات، عشان الناس اللي بتسألني، الملح من الحاجات اللي هقدم لكم بوصفات الأيام الجاية لوحده بس هوريك ليه طرق تخلصك من حتى الحاجات اللي بتعاني منها في بيتك أو الحاجات اللي هي غير الحسد والسحر، لأنه ليه استخدامات كتير جدا. فخدي بالك من وضع الملح في الوصفة دي. ثالث مكون معانا وهو هنستخدمه كمان بكمية بسيطة، مش حاجة كتير يعني، وهي الفسوخة. الفسوخة دي موجود منها أنواع كتير عند العطار، في منها نوع أصفر وفي أزرق وفي لون منها شبه لون الحنة بالضبط، ولكن أنا هستخدم الأصفر لأنه ده اللي مخصص في الوصفة. ورشه على الأرض كمان مش بيعكس الطاقة السلبية، لا بالعكس ده بيمشيها خالص، لان الفسوخة ليها استخدامات كتير خلاص. فهتروحي عند العطار تقولي له انا عايزة الفسوخة، واول ما تقولي له الفسوخة هيعرف، ولكن خدي بالك ما تخليهوش يديك الفسوخة اللي هي مخلوطة بخلطة معينة للحسد والسحر، لان دي هنتكلم عنها في فيديو تاني. قولي له انا عايزة الفسوخة لوحدها، انا عايزة استخدم الفسوخة لوحدها. بالشكل ده اصبحت الوصفة جاهزة معايا. طيب الوصفة ده تعمل فيها تاخديها بايديك كده وهتبدأ ترشي في البيت. الاوض عندك 3 اوض 4 اوض ان شاء الله، لو حتى اوضة واحدة رشي فيها، الارضيات بس طبعا، وهترشي كمان في الصالة وهترشي في الاركان وكل الدنيا خالص، ولكن طبعا الحمام والمطبخ لأ. الحمام والمطبخ هقول لك ليهم وصفة قريب ان شاء الله، لان وصفة زي دي ما ينفعش تترش في الحمام والمطبخ لانه فيهم بيبة وفيهم يعني فتحات الحمام والكلام ده كله، فاحنا مش عايزين الوصفة تضرنا، عايزينها تفيدنا. فوصفة زي دي طالما قلت لك ما ترشهاش في الحمام والمطبخ، خدي بالك ان انت ما ترشهاش نهائي. وبعد ما يعدي على رش المكون ده 3 ايام وانت رشاه بدون ما تمسحي ولا تكنسي ولا اي شيء في البيت، هتبدأي بعد ال3 ايام تنظفي بيتك عادي خالص وتلمي كل اللي في الارضيات ده، اذا يعني لقيتي ليه بواقي، لان هو هتمتص الارض يعني بصي مش هتلقي له اثر، وده هيأكد لك انه في كمية سحر وحسد كبيرة جدا
انتهت، او كمية حسد وسحر كتير اتبخرت بسبب الوصفة دي وخلاص اتفكت. وانت هتلاحظي طبعا من معاملتك مع اللي في البيت او معاملة اللي في البيت مع بعضيهم او كل الكلام ده. هتاخدي باقي المكون ده وتلفيه، ده اذا لقيتي يعني باقي في الارضيات كمية ولا حاجة، هتبدأ ان انت تشيليه من الارض وتلفيه في كيس كويس خالص 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 وترميه في الزبالة او تتخلص منه باي طريقة طبعا، غير ان انت ترميه في الاحواض ولا في الحمامات ولا في الكلام ده. وبعد كده امسحي بيتك خالص، يعني مفوش يعني مفيش مشاكل، امسحي بيتك بمنتهى السهولة، مفيش شروط كمان لمسيح البيت. خلاص عايزه اقولك ان خلال الثلاث ايام انت هتبداي تحسي براحه نفسيه في البيت، وهتحسي ان كل المشاكل حتى لو كان المشاكل دي عضويه هتحسي انه في علاج سريع سريع جدا، وفي كمان حل للمشاكل اللي فيها عكوسات او العكوسات اللي في حياتك ايا كانت، وقف كل الحاجات دي